مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت. يا حاج يا حاجة يلي ربي قدر لكم زيارة بيت الحرام هذا العام، أبشروا أبشروا بالخير كل الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يعني من الذنوب والمعاصي والآثام ترجع صفحة نقية بيضاء كيوم ولدتك أمك. لكن ركز في الشرطين: من حج فلم يرفث ولم يفسق. الرفث قيل هو الجماع، وقيل هو الكلام الفاحش البذيء، والفسوق هو العصيان. يعني يا أما أن الإنسان يرتكب أمر محرم، يا أما أن يترك طاعة مفروضة، هذا هو الفسوق. وخذوا البشرى الثانية في الحديث الصحيح أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، كيف يكون حجك مبرور؟ بسيطة جدا، بأن يكون حجك موافقا للشرع، يعني تعلم كيف خطوات الحج الصحيح وطبقها، ولا يكون فيه رفث ولا فسوق زي ما ذكرنا. وأبشروا بالخير كل الخير، ستغفر كل ذنوبك وترجع صفحة نقية بيضاء، وليس لك جزاء إلا الجنة. مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت.